قلت قبل كده الشركه هتكبر لما حضرتك تسيب الشركه وتمشي، لما حضرتك تبطل تتدخل في كل صغير وكبير. عايز اقول لك انت لازم تمشي ولازم تبطل مايكرو مانجمنت، بس لازم تفضل ايدك جوه، لازم تفضل عامل حاجه اسمها هاندز اون. فانا النهارده عايز اشرح لك بين يعني ايه مايكرو مانجمنت وهاندز اون. مايكرو مانجمنت ده اللي هو انت فوق كل دماغ موظف صغير وكبير، عملت ايه، عملتها ازاي، ولا دي مش حلو، لا زود لي هنا كده، لا شيل لي من هنا كده. في واحده اسمها الام ساره قالت لك ذهبت لارضي كل احد فوجدت نفسي تائها على باب كل احد. فانت بنفس المثال ده انت هتلاقي نفسك تايه مع كل حد، مضطر تدي كل حد دماغك، مضطر تدي لكل حد فكرك، مضطر تدي لكل حد وقت، وده اصعب حاجه ومش توصل لحاجه. فانت عايز الشركه تكبر، سيب كل واحد ينوفيت، سيب كل واحد يطلع اللي عنده، سيب واحد يعمل حاجه وحشه ويتحمل نتيجه الوحش، وسيب واحد يعمل حاجه حلوه وانت تكافئه على الحاجه الحلوه. يقول لك لا انا ما ينفعش اعمل كده اصل الدنيا هتبوظ. يا عم مش هتبوظ، بالعكس هي مش هتبوظ، هي هتنمو. هتلاقي ان في ناس اللي بتعمل حاجات غلط وحشه بانت. انت بقى عايز تجرو اب وعايز تبقى راجل ساينتفك اكتر، حط مانيوال، حط جايد لاين، حط لهم يا جماعه الحاجه دي بتتعمل بالطريقه الفلانيه. فانت كده سايب مانيوال مش سايب حد فوق دماغ الناس، وده الفرق ببساطه بين المايكرو مانجمنت وبين الهاندز اون. مايكرو مانجمنت انا فوق دماغك عشان نأديت الفيديو ونطلعه بالطريقه اللي انا عايز. هاندز اون انا عندي مانيوال بيقول ان انا لازم ابتدي اول 5 ثواني بحاجه تشد المشاهد، وبعد كده اقول المعلومه بتاعتي، وبعد كده اقفل الفيديو بطريقه ظريفه واخلي الراجل وان انا اخلي المشاهد فاكرني بحاجه ظريفه. فده المانيوال، وده هاندز اون ان انا بعد ما هو يطلع الفيديو اشوفه واقول له تسلم ايدك وحش، ده بره الجايد اللي احنا اتفقنا عليه، ده جوه الجايد اللي اتفقنا عليه. فالشركات بتكبر لما الناس تبطل مايكرو مانج ويبقى فيه مانيوالز ويبقى فيه حاجه اسمها جوب ديسكريبشن. انت مطلوب منك 4 حاجات تعملهم، والاربع حاجات دول كل حاجه ليهم اسمها ليها كي بي ايز، كي بيرفورمانس انديكيتور او مؤشر الاداء الرئيسي. اذا كنت انت بتعمل حاجه كويسه او ما بتعملهاش حاجه كويسه، فانا لو عندي جوب ديسكريبشن وعندي كي بي ايز وعندي مانيوال للناس، انا بطلت احط ايدي ومناخيري في كل صغيره كبيره وبقيت اعمل هاندز اون، بقيت اشوف اللي انا متفق عليه مع الناس واللي انا كاتبه زي ما احنا قلنا قبل كده وببتدي احاسب عليه الناس. فكده انا عامل هاندز اون مش عامل مايكرو مانجمنت. ساعتها شركتها هتكبر، ساعتها هتلاقي ناس تعينهم عشان تقول لهم يا جماعه انا ده الكي بي ايز اللي حاطه للناس وده الجوب ديسكريبشن، حاسبه الناس. فالناس عندها جايد بقى تحاسب عليه، عندها لود تحاسب عليه. السلام عليكم. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.